تنضم إلينا الآن في الاستوديو مشاهدينا صانعة المحتوى هيفا بسيسو. أهلا بك يا هيفا. صباح الخير. أهلا أهلا رايا وسمر. صباح النور زميلتنا العزيزة. إحنا بس بحب أقول إنه أنا وسمر عندنا تاريخ مع هيفا. هيفا كانت زميلة لإلنا قبل يمكن 10 سنين بالعربية. بالضبط. وأنا وهيفا اشتغلنا على مشروع مع بعض بال 2012 كان تقارير سياحية في المنطقة. أنا بتذكر أن ما كنت أعرف على فكرة سمر قبل هيك هيفا قبل هيك كانت عم بتخبرني وقتها عن طموحاتها بأنها تبدأ مشروع صناعة المحتوى. وقتها فكرت قلت هاي البنت فعلا رح توصل أماكن. نفس الشيء لما بلشتي معانا بالبزنس وكان الجوب إداري شوي وقلتي أنا أتذكر هالكلمة أنا I'm more than this. أنا أكثر أستطيع أنه أسوي محتوى. تذكرين أتذكر هاي الكونفرزيشن وتركتي العمل وبلشتي بال فبدنا نقول برافو عليك يا هيفا. فخورين فيكي وبدنا نعرف أكثر الآن صناعة المحتوى خصوصا محتوى السفر أو السياحة خلينا نقول بتضوي على أماكن حول العالم. وآخر محطة لها كانت في جزر القمر. ليش جزر القمر؟ أول إشي بدي أحكي أنه كتير بعني لي أني أقعد معكم هون والمقدمة يعني كتير بتأثر فيها وذكريات بيننا غالية كتير فيمكن هالمقابلة يعني مميزة أكتر من كتير مقابلات دائما أني أرجع هون فكتير مبسوطة أني عم بحكي معكم راوية وسمار. الرحلة تبعت جزر القمر كانت كتير كتير مميزة. هلأ أنا كتير بحب أروح أماكن مش كتير سامع عنها والناس ما عندهم فكرة كتير كبيرة عنها فهذا إشي كتير شدني. والشيء الثاني اللي شدني هي المهمة اللي إحنا رحنا عشانها. رحنا بمهمة بفريق من الإمارات تحت فيجن أو رؤية الشيخة إليازيا بنت نهيان وكتير انبسطنا. عطينا فيلم ميكينج وركشوب نعلم عن السينما لخمسين شخص اجوا عندهم فضول بس ما عندهم موارد كتير تساعدهم ينشروا قصتهم او يطلعوا موهبتهم للعالم. هم من هؤلاء الاشخاص يعني شلون اختارتوهم على اي اساس هذول الخمسين شخص؟ ناس اوريدي عندهم فضول درسوا شوي او هم قدموا يعني كان في بروسس قبل ما نوصل انه نلاقي الناس اللي عندهم فضول او عندهم تمثيل أو كوميديانز في مواهب بكل مكان بس مش كل الناس عندهم الريسورسز. بس حنحكي عن هالموضوع أكتر كمان لأنه هلأ مع الإنترنت إذا أي حدا عنده أكسس للإنترنت وكاميرا كويسة موبايل أو كاميرا ممكن يعني يوصل لأحلامه. هذا اللي بيقودني للسؤال التالي. صناعة المحتوى في كتير ناس بتطلع على الناس اللي نجحت على السوشيال ميديا في صناعة المحتوى وصار في عندها كتير فولوورز وبتفكر بأنه الموضوع سهل والله قبول الناس بطلع هيك دمي خفيف بمشي الحال بطلع حلوة بمشي الحال. احكي لنا حقيقة التحديات الصعوبات العمل الدؤوب اللي هذا الموضوع بيحتاجه. صح أنا بحب هذا السؤال والموضوع كتير لأنه بحب أكون واقعية بالإشي. يعني هالأيام إذا بنحكي لحد روح ورا حلمك واترك شغلك بعدين بنصدم بالواقع وتطلع له أشياء. أنت هيك عملتي. أنا هيك عملت بس كان في إشي كتير عم بشدني. كان في صوت كتير عالي كان صوت الحلم والأشياء اللي ممكن أخلقها أقوى من الخوف بس الخوف دائما موجود. هلأ الصعوبات اللي مريت فيها أول إشي مو سهل واحد يحس حاله لحاله against the world أو أنا لحالي قدام العالم. لما قبل كنت أشتغل بالتلفزيون بتذكر كان في إكسل شيت وفريق كامل وبادجت. هلأ أنت أو أنت مع فكرتك الكاميرا مع حالك يعني ياما أنا الناس بالشارع كانوا الكاميرا مان وكاميرا ومن تبعوني وساعدوني فبدها بوش كتير أقوى. هاي الصحية من النوم اللي أنا I can do it بدها شوي دفشة أكتر وأحياناً في مثلاً الواحد لما يحط حاله برا يعني حتى أكيد يعني ناس كتير بتعرضوا لها اللي هي أصوات الناس اللي بنتقدوا موجودة دائماً بالسوشيال ميديا عالم الانتقاد بس أحياناً صوتنا إحنا بنتقد حالنا. أنا بالنسبة لي هذا أصعب صوت نتغلب عليه لما إحنا نفسنا we doubt ourselves أو منشك في قدراتنا فيبدها دفشة تكوني أنت لكل إشي. هل هناك مثلاً اليوم بلشتي بجزر القمر إنه تعليم صناعة المحتوى هل حيتم أخذ هاي الفكرة إلى منطقة أخرى إلى أشخاص يحتاجوها في مناطق أخرى؟
أنا لما عملنا هذا اليوم، لما خلقنا محتوى مع بعض، يعني كنت عم بنط طول اليوم، كنت كتير مبسوطة، فاكتشفت أنه هذا الإشي اللي أنا بدي إياه، وكنت أوريدي عم بفكر فيه، يعني النكست ستيب أروح على دول كتير، أتقابل مع شباب وشابات عندهم شغف، عندهم حلم، ونخلق آرت مع بعض، وهوبفلي نعطيهم كمان كاميرا أو موبايل يكملوا، لأنه حابة تكمل هاي زي الشعلة. لأنه كتير حلو الواحد لما يكون عنده القوة أنه يحكي أفكاره للعالم كله، وبحس كل حدا بيستاهل تكون عنده هاي الفرصة. لما ما حدا يسألك شو جنسيتك أو إحنا حنعطيك فرصة، لا، حدا يخلق الفرصة. يعني ليش مش شباب جزر القمر اللي هم بيجننوا، هم اللي يحكوا عن حالهم، هم يطلعوا التالنت والكوميديا. يعني بحس الإعلام تغير، بطل زي زمان إنه هوليوود تعطيك طبعًا الفرصة أو التلفزيون يعطيك الفرصة، هلا إحنا أنت بتقدر تخلق الفرصة بالنسبة لك، بس لازم تكون واقعي برضو بنفسك. واقعي وتقوي حالك، ورياضة لازم، وعندي كذا كوتش وعلى دكتور نفسي دائما بحكي ندير بالنا على صحتنا. ساعدنا كثير بوجودك معنا يا هيفا، خلق المزيد من الفرص إن شاء الله. إن شاء الله. شكراً دائما جزيلاً. شكرا جزيلا لك صانعة المحتوى مشاهدينا هيفا بسيسو. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب، وتفعيل جرس التنبيهات.